أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، الأسبوع 12. لازلنا في سينية أحمد شوقي، سنقرأها ونستذكرها ثم سننتقل إلى أسئلة النص. كونوا معي عزيزي الطالب. بعد ذلك سننتقل إلى نص نظمه شوقي، وهو قصيدة نظمها في منفاه بإسبانيا الأندلس قديما، معبرا عن شعوره بالغربة والحنين إلى بلده مصر. وقد أثارت زيارة مسجد قرطبة عاطفته، فدعت له قرطبة وأمجاد الأندلس، وتذكر الخليفة عبد الرحمن الناصر الذي كان يشهد صلاة الجمعة في مسجد قرطبة وينزاح الماضي أمام عينيه لصورة الحاضر إسبانيا، فيدرك أن ما رآه من قبل لم يكن غير سنة من كرم. وكان شوقي يعيش في ضاحية فيلدفير فوق رابية مرتفعة تشرف على البحر الأبيض المتوسط. كان يرى السفن تستقبل ميناء برشلونة وتودع ويسمع صفيرها الحاد، فنظم هذه القصيدة وقد نشرت في مجلة الحديقة تحت عنوان من مصر إلى الأندلس، وتسمى بالسينية نسبة إلى حرف رويها وهو السين، وهو آخر حرف صحيح في البيت تبنى عليه القصيدة. هذه هي القصيدة. سينية أحمد شوقي. اختلاف النهار والليل ينسي، أذكر لي الصبا وأيام أنسي، وصف لي ملاوة من شباب صورت من تصويرات ومس، عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي، وسلى مصر هل سلى القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي، كلما مرت الليالي عليه رق والعهد في الليالي تقسي، مستطار إذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرسي، راهب في الضلوع للسفن فطن كلما نثرنا شاعهن بنقصي، يا ابنة اليم ما أبوك بخيل ما له مولعا بمنع وحبس، أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي، نفسي مرجل وقلبي شراع بهما في الدموع سيري وأرسي، واجعلي وجهك الفنار ومجراك يد الثغر بين رمل ومكسي. هذه هي الأبيات، سنقوم بقراءتها كالمعتاد. وبعد أن عدنا إلى النص عزيزي الطالب، وكما جرت عليه العادة، سننتقل إلى أسئلة النص. أحدد الأبيات التي ورد فيها المعاني الآتية: زمان الشباب الهانئ السعيد مضى وانقضى كأنه لم يكن، سنضع فقط رقم البيت. يرفض الشاعر أن تنسيه غربته وحوادث الزمان وشدائده وطنه. أحس الشاعر بالهيبة ممزوجة بالإعجاب الشديد حين رأى آثار المسلمين الباقية في منفاه بأسبانيا الأندلس قديما، وأخذ العبرة من حالها. وأيضا سنقوم بتحديد الأبيات الموجود فيها المعاني الموجودة من ألف إلى واو. بعد ذلك سننتقل إلى الأسئلة. أشار أحمد شوقي في قصيدته إلى تمثله لقصيدة عربية قديمة، إذ كتب على بحرها العروضي نفسه وقافيتها واستلهم بعض معانيها. أحدد البيت الذي أشار فيه إلى ذلك، سنضع
رقم البيت وعلل فعله هذا. وأيضا سننتقل إلى الخصائص الفنية لشعر الحنين، صدق العاطفة وغزارة المشاعر. أمثل الأبيات التي تظهر العواطف الموجودة الوطنية الدينية، الحنين والشوق، الأمل بالعودة، الوحدة والعزلة. بعد ذلك سننتقل إلى موضوع آخر وهو كما يظهر أمامكم. سنرى وسائل التواصل والشبكة المعلوماتية هي حاضرة الوحدة التي تليها. سيكون لدينا نص استماع يتحدث عن التكنولوجيا والتقدم في كثرة الأجهزة والتطبيقات، وسنقوم بحل أسئلتها وفقاً لما سمعناه. بعد ذلك سننتقل إلى نص عصر المعلومات بعد الإنترنت، قضية إشكالية. سنتعرف إلى النص وإلى فقراته، نستخرج الأفكار الرئيسة والمعاني ونقوم بتحليل النص كما هو معتاد. وسنتعرف إلى المعاني الموجودة وتاريخ التوظيفات المسجلة، سنرى ما هي المحاسن لهذه التكنولوجيا وتخوف الناس منها على مستوى كبير جدا، والقلق في العلاقات الاجتماعية المفتوحة أيضا. نتعرف إلى كاتب النص، ومن اسمه سنعرف أن النص مترجم ويليام هنري المشهور باسم بيل كيستن، وبيل هو اختصار لاسم ويليام في الولايات المتحدة. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع 12. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.